ما حكم من يضع الأدعية والقرآن نغمة للجوال؟ نعم؟ وضع الأدعية والقرآن كنغمة للجوال تنبيه. الأدعية والقرآن هذه تعمل للطاعة والتقرب إلى الله في عملها وفعلها، ولا تعمل لقضاء الحاجة في التنبيه على المكالمة. ما تنتهى للآيات والأدعية وتجعل لغير طاعة الله عز وجل. نعم، وبإمكانك تجعل منبها غير الآيات وغير الأدعية.